على الروح بقى لنقاط القصور التي لفتت نظري في كأس العالم للأندية. أنا سافرت مع الأهلي سفريات كتير. طول عمرك عشان تروح فندق الإقامة اللي فيه اللعيبة كأنك رايح سكنة عسكرية، سواء جوه مصر أو بره مصر. هذه البقولة كانت غير، وهنا ألوم على الإدارة. الناس اللي راحت، وأنا ماليش دعوة مين راح ومين ما راحش، كل اللي راح فوق دماغي، ولكن المناظر اللي شفناها على قناة الأهلي ووجود ناس بعيد عن فرقة الكورة في نفس فندق الإقامة، هذا لم نعاده أبدا من النادي الأهلي أبدا. دي من أهم النقاط اللي لفت نظري، وسلبية كبيرة جدا. الأهلي طول حياته لا يعترف بالأجواء الاحتفالية، وبيروح فندق وحده بيرفض إنه يقعد مع صحفيين أو إعلاميين أو شخصيات عامة. حتى أعضاء مجلس إدارة الأهلي في كثير من الأحيان كان بيطلب منهم يحجزوا فنادق بعيد عن البعثة، ولا يتواجد في البعثة إلا رئيسها والرسميين وفرقة الكورة. أنا ما شفتش ده في المغرب. أنا شفت أجواء احتفالية، شفت مبالغة، شفت ناس رايحة تستغل الموقف وتركب على الحدث، وده مش الأهلي، ده مش الأهلي. فدي سلبية لابد أن أعاتب عليها إدارة الأهلي، لأن طول حياتها ما عملتش كده. وإحنا في تونس في مباراة الترجي في الدور قبل النهائي كأس أفريقيا، الأهلي والترجي، إحنا لما قربنا من فندق من الأوتوبيس بتاع اللعيبة، زميلي وصديقي الأستاذ جمال جبر طلب لنا الشرطة. كان احسن الناس تقول عبد الناصر بيتكلم عشان في فلان حد بعينه. لا 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 لا، انا بتكلم هنا عن الاهلي، لا حد مين، ولا في دماغي التفاهات دي خالص. بالعكس، كل اللي موجودين هناك محترمين وافاضل وفوق دماغي، ولا اعلق على وجود حد من عدمه، لكن ممكن اعلق على تصرفات. فدي سلبيه كبيره جدا لا تحدث ابدا في النادي الاهلي. أنا جيت زعلان من تونس وعاتبت الأستاذ جمال جبر إنه صديق عمر، وبعت رسالة للكابتن محمود الخطيب، ولكن في النهاية قلت لهم عندكم حق، لأن لما أشوف منظومة احترافية يبقى أعمل شغلي باحتراف من بعيد. وإذا كان هناك وقت متاح ليا إني أنا مسموح بي أتواجد أتصور أعمل ريبورتاج كذا في الأوقات التي تحددها البعثة، ولكن في الطرقة، وده بيسبح وده بيضحك وده فيده فنجان شاي وده مش عارف، هتقول لي ما اللعيبة معزولة، أنا ما شفتش المشهد ده نهائي. وده مشهد انعكس سلبا وأتمنى ألا أرى ثانية. الحاجة التانية ان تواجد البعض وتحسب على بعثة النادي الاهلي، سواء كان اعلامي او يوتيوبر او صحفي، وكان بيعمل لايفات وبيهاجم فيها نادي الزمالك. لما تكون موجود مع الاهلي ما تحطش الاهلي في احراج. الاهلي طول حياته كبير، حتى مادام انت رايح على الاهلي ومسافر على حساب الأهلوية يبقى ما تحطش الأهلي في إحراج. حد هيقول لي تقصد حد بعينه؟ آه. طب ليه بتكلم في النقطة دي؟ سألت حد صديقي في النادي الأهلي مسؤول كبير، عشان تعرف بس التغير بيوديك للمجاملة والمجاملة بتوديك للخسارة. قلت له احنا انا 4 سنين ولا 5 سنين قاعد في البيت، قناة الاهلي لم تستضيفني مرة، ما عملوش معايا مكالمة تليفونية. قال لي حاجة، بمقدار ما كنت متضايق وزعلان
ولكن احترمت فيها جدا محمود الخطيب. قال لي ايه؟ قال لي بص يا عبد الناصر، احنا طرحنا الموضوع ده كثيرا، وانا بكلم مسؤول كبير، والله العظيم هذا حصل. قال لي بص يا عبد الناصر، احنا طرحنا الموضوع ده ورشحناك انك تكون معانا في قناه الاهلي. طبعا لو اتعرض عليا انا كنت ارفض، لان انا واخد مبدا طول حياتي الا اعمل في قنوات انديه، بس انا بعاتب علشان خاطر ما فيش حد وقف جنبي في موقف، فبعاتب عشان بس تبقى فاهم، بس في نهايه العتاب احترمت الخطيب. قال لي ايه؟ قال لي وفعلا كنا هنتواصل معاك ونشوف رايك ترضى او ما ترضاش، ولكن الكابتن محمود الخطيب قال اي حد في الساحه في مشكله او عركه او خلاف مع حد، الاهلي مهما كان الشخص اللي بيهاجمه او بيسبه، مش عنده استعداد انه يحتضن من يهاجم اي شخص بيهاجم الاهلي، لان دي مش اخلاقيات ومبادئ النادي الاهلي. فكان هيظن لو انت جيت معانا ان وقت ما كان حربك مع مرتضى منصور ان قناة الاهلي او النادي الاهلي بيدعمك، وده بعيد عن الحقيقة، والاهلي ما بيعملش هذا الاسلوب. قلت له عامة انا لا كنت محتاج دعم حد ولا مساندة حد، بس كنت عايز اعرف السبب، بس بصراحة انا احترمتكم، والكلام ده لأول مرة أقوله. الكلام ده لأول مرة أقوله. ولما تم ترشيحي كمستشار في شركة استادات، مستشار رياض، مستشار إعلامي في شركة استادات، وبالتبعية ودونا على الشركة الراعية المالكة لقناة النادي الأهلي، حقوق النادي الأهلي، أنا استقلت. قلت ما دام الشركة أصبحت هي الراعي لقناة الأهلي، ما عندك استعداد أطلع أتكلم عن الخطيب يقولوا أنا كان شغال في القناة ولا شغال في الشركة التي ترعى القناة. واستقلت. وبين لما استقلت المرتب بتاعي ودوه لواحد تاني عشان يشبع. أنا قبضت بالظبط 3 4 أشهر. وبعد كده أعلنوا إن الشركة حصلت على حقوق النادي الأهلي. كلمتهم وهم أصدقائي، قلت لهم يا جماعة اللي أنتوا عايزينه من العندي قبل العندي، والأهلي فوق دماغي، وكل الناس في الأهلي صحابي، وأنا بدافع عن الأهلي لأنه كيان، والأهلي يعني حاجة حلوة في مصر، فمش هاخد مقابل دفاع عن النادي الاهلي. واستقلت. وكنت في امر الظروف، وكلمني رئيس مجلس اداره الشركه، قال لي عبد الناصر انت بلا عمل يا ابني، والمرتب اهو ينفعك. قلت له بس ده قرار نهائي، انا مش عايز اشتغل. عشان كده اقول حياتي اقوى مما يتخيله بشر، لأن ما هو في الغرف المغلقة والأسرار يرفع راسي إلى عنان السماء. أنا مش أبيض ولا بتكلم بمقابل. وقعدنا يرضيك يهديك، وكان معانا حد قال لك إيه؟ قال لك وأنا دافع عنكم ليه؟ أنتوا بتدونا إيه؟ قلت له قول انت بتدينا ايه، ما تجملش. ودي كانت من اسباب الخلاف على المدار. وتدخل احد عظماء النادي الاهلي في فترة كان الهجوم على ودنه وفبركة الاخبار على ودنه ضد الاهلي، احد حكماء الاهلي الكبار تدخل وخلى رجل أعمال كبير كلم هذا الشخص وقال له طيب
هنقدر نعمل لك من شركتي كذا في الشهر. قال له لا، المبلغ ده قليل ما ينفعنيش. امال عايز ايه؟ قال له عايز اطلع ضيف وفقره في قناه الاهلي، وعايز مرتب ما يقلش عن كذا، لان فلان بياخد كذا وفلان بياخد كذا وفلان بياخد كذا. فقال له والله بما يخص قناه الاهلي انا ماليش دعوه، لكن فيما يخص عندي انا كلمني عمنا فلان الفلاني هذا الاسم العظيم، ربنا يبارك في عمره ويخليه لينا، يعني راجل اخونا الكبير ومحترم، وقال لي يعني الظروف اللي بتمر بيها وكذا وكذا وكذا، وده اللي عندي. قال له ربنا يسهل، ولكن انا المبلغ ده ما ينفعنيش. كلمني نفس رجل الاعمال، قال لي كذا 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 كذا. قلت له يا فندم انا لو في اعلانات حلالا طيبا بعيدا عن ان انا اوليه سلبا او ايجابا انا معاك، مش هقول لرزق عيالي لا، ولكن الحلال والمشروع، ولكن تديني حاجه بلا عمل او من تحت الترابيزه عشان امدح والكلمه معايا بتمن كلمنجي بالفلوس، انا مش كلمنجي بالفلوس، انا راجل بعتز بنفسي، انا مش كلمنجي بالفلوس. قال لي غيرك عايز ياخد تمن الحرف. قلت له ماليش دعوه بحد، العلاقه دلوقتي بقت سمنه على العسل بعد ما كان الكل بيشكي منه، وراجل رمز من الرموز اللي بتدافع عن الاهلي، ولو دورت وبعبشت هتلاقي الرمز اللي الناس فرحانه بيه صاحب المبادئ بيقبض له من 5 6 في النادي الاهلي. فازاي انت كبعثه تخلي الناس دي موجوده معاك في المعسكر؟ انت مش واخد ناس تشتم الزمالك في الفندق بتاع الاهلي، وكلمه الحق اللي ما كناش نقولها بناقص، ما ينفعش حد في فندق اقامه الاهلي يشتم الزمالك ويهاجم الزمالك، لان الاهلي اكبر من كده. وانا ضربت لك مثل، قلت لك انا لما عاتبت انا فين من حساباتكم 5 سنين؟ قال لك لا، الاهلي مش كده، الاهلي مش كده، ولا الكابتن محمود الخطيب، لا انت كنت في خلاف مع مرتضى منصور، اي حاجة كنا هنعملها معاك كنت اخ عزيز. انا داخل النادي الاهلي ده سنة 88، انا عشت في الاهلي اكتر ما عشت مع عيالي. انا كنت اصغر حد يحاور الكابتن صالح سليم ويعمل له جرنان في الانتخابات، كان الكابتن عادل القيعي ربنا يديله الصحة والعافية مدير عام النادي الأهلي، ده اللي اتعلمناه في الأهلي. ولذلك لما قالوا لي ما كانش ينفع نجيبك مهما كانت ظروفك، قلت هو ده الأهلي، ما زعلتش، ما رحتش زي غيري شتمت، ما رحتش قلت شقة الخطيب في دبي اللي خدها من تركي آل الشيخ وقعد توصف عنوانها والديكورات بتاعتها وتدوني كام عشان اسكت، زي ما انا ما اتغيرتش ومش على راسي بضحى، ادافع عن الاهلي لان الاهلي صح، مش عشان ابيض في الاهلي. فانا طبعا حزين ومتضايق، وما كانش ينفع اقول الكلام ده، والله العظيم اعز اصدقائي قلت لهم الاهلي ربع العالم، النهارده بيكلمني بيقول لي يا اخي انت مش طبيعي. قلت له يا فندم مش الاهلي، مش الاهلي اللي ياخد معاه ناس عشان تشمت في خصومه، الخطيب اختار الطريق اللي بنتعلم منه، ده انا قررت الصمت عشان اخد الخطيب قدوه، حتى لو كلامي ده مش عاجب اي حد. حسبتها كده مع نفسي، طب ما الراجل بيشتم ليل ونهار ما ردش ليه؟ عشان بيشتغل، طب ما نشتغل زيه. لكن ان يبقى في حد موجود ويشتم الزمالك من المغرب، ولا يهاجم الزمالك من المغرب،
ومن قلب الفندق ومن بعثة الأهلي، لازم الأهلي يبقى رابع العالم، لأن مش الأهلي ده. أقسم لكم بالله الأهلي في هذه النسخة مكانه النهائي لولا الأشكال اللي اتلمت عليه ده. أنا الحمد لله لما جات لي دعوة، جات لي من الجامعة المغربية واعتذرت. عشان ما عنديش وقت عشان برنامجي. أتمنى التوفيق في للأهلي في اللي جاي، وأتمنى إن الأهلي يقدر يعظم موارده المالية عشان يجيب كواليتي اللاعبين اللي يتناسب مع البطولة العالمية. غير كده ما تقولش. الحاجة التانية اللي أنا عايز أتكلم فيها، أنا ما طلعتش امبارح يا محمد. أنا ما طلعتش امبارح عشان خاطر أعمل غردة برد. ما طلعتش امبارح كان عندي قناة الشمس. الزمالك اتغلب 1-0 من ريال بوزلداد الجزائري. وانا قبل ما افتح لكم التليفونات عايز اتكلم كلمتين.